الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي فخاري واعتزازي أن أقف في هذه اللحظات التاريخية المباركة بنفحات حضوركم وعطر وجودكم لأرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب بلدكم وادي عرعرعر. هذه البلدة الصابرة الصامدة التي سطر أبناؤها عبر التاريخ صفحات ناصعة في الصمود والبذل والعطاء. مثلها في ذلك مثل كل القرى والبلدات في المثلث والجليل في النقب والساحل. إن ثباتنا في أرضنا ووطننا لا أكبر دليل وأوضح برهان على شرعية وجودنا في أرض الآباء والأجداد. هذه الأرض التي بلوزها وزيتونها بزعترها وطيونها تشهد على ولادتنا ونشأتنا فيها. إننا لا نرضى إلا أن نموت فيها مهما اشتدت الأزمات وتداعت علينا الويلات. إن أهلنا في المثلث البطل وفي الجليل القوي الأشم وفي النقب المناضل المقاوم وفي سائر أرض فلسطين أحبطوا كل مشاريع التشريد والتهجير، كل مخططات المصادرة والاقتلاع بوحدتهم وصمودهم ومقاومتهم الباسلة المتمثلة بالرد والتشبث بالأرض. وأخص بالذكر بلدة العراقيب في النقب التي صارت عنواناً للتصدي والمقاومة المشروعة. نحيي جميع حضور أهل البلد، السادة الضيوف مع حفل الألقاب والمراكز. بداية بحب أشارككم في الشغلة اللي كانت خاصة فيه. لما دعيت لهذا المؤتمر فكرت كيف لازم أعمل، هل أكتب كلمة وأقرأها وأحكيها ولا أعملها بالتجارية؟ من خبرة سنة ونص دائما فضلت الارتجالي مشان الناس تقدر تعتب عليك لما ارتجالي بلوش. ولكن صدقا صدقا انا اخترت في نهاية المطاف الارتجال، انا حسيت اذا بتحدث ارتجال انا اتحدث اكثر من انقل، انا ممكن انقل شعوري وبالتالي اعتقد كمان شعور اهل بلدي واهل شعبي اكثر فاكثر. القضية المطروحة بالاساس اليوم، طبعا انا بدي احكي احنا تحدثنا كثير وكان لي الفرصه اللي تحدثت عن قضيه الوحده اللي تمت اليوم. فابدا الحديث واقول لا شك ولا احد يستطيع ان يقول ان هذه الوحده هي امر مفروغ منه، واضح ان الوحده هي مطلب جماهيري كان على مدى سنين طويله واليوم تم. نسمع اقوال ويقولون قد تكون وحده شراكه سميت القائمه العربيه المشتركه. بالنسبة لنا وبعد سماع الأشخاص الذين قاموا بهذه الوحدة، وأنا كنت من الأشخاص اللي رافق بطريقة أو بأخرى هذا الموضوع من ضمن وجودي في لجنة المتابعة، هي وحدة حقيقية، هي وحدة صف، وحدة جماهير، وحدة قيادة نظرت إلى المجتمع، نظرت إلى الجماهير، نظرت إلى شعبها وقالت نحن معنا. هناك أمور كثيرة تجمعنا أكثر من أن تفرقنا. صحيح لكل منا في برنامج سياسي في موقف قد نختلف في امر هذا او ذاك، ولكن ما يوحدنا هو اكثر بكثير واقوى بكثير من ان نفرقه. المهام الموجوده امامنا والصعاب امامنا هي كثيره وممكن ان توحدنا وان تحافظ على هذه الوحده الى امد طويل طويل طويل. كل يحافظ على كياني على برنامجي، ولكن بالنهايه نستطيع العمل بشكل مشترك وطويل وقت ومستمر دائما من اجل النجاح، من اجل نجاح الوحده، من اجل ان نخدم ابناء هذا الشعب.